في هذه الأيام العصيبة تعود ذكرى إعلان دولة فلسطين. في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر 1988 صدح أبو عمار بإعلانه الشهير: فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. ذكرى تؤكد مرة أخرى أن الجزائر كانت دائما في الصف الأول لدعم القضية الجوهرية فلسطين. بعد الملحمة البطولية في عام 1982 والصمود الأسطوري للثورة الفلسطينية، وبعد أن تكالبت العديد من قوى الشر في العالم على الشعب الفلسطيني، كانت القيادة الفلسطينية والشهيد الراحل ياسر عرفات يجد في الجزائر ملجأ له يبث همومه ويستنهض روحه ومعنوياته وآماله حتى لا يحبط، وكان يقول: ما أضيق العالم وما أرحب الجزائر. دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ليس ولد اليوم ولم يبدأ سنة 88، بل منذ الساعات الأولى لاستقلال الجزائر وحتى قبل ذلك. في ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية تتصاعد مجازر المحتل الصهيوني وتتزايد جرائمه، لكن التاريخ يعيد نفسه والمحتل يريد إعادة سيناريو نكبة 48. بدأ هذه الحرب بالطلب من الشعب الفلسطيني الهجرة عن أرضه، نفس العناوين يا أخوان، عشان في البعض بيستغرب كيف هاجروا الفلسطينيين في 48. تخيلوا نفس ما يحدث اليوم هو الذي حدث في 48. قوى عظمى ودولية تآمرت. فلسطين تئن اليوم وقطاع غزة يحترق بنار المحتل، لكن رغم الألم يستمر الأمل، والمقاومة تؤكد أن صرخة الأوطان من بعد الآن ستكون من ساح الفدا، وأن النار بالنار والحديد بالحديد، لأن سوق الكلام قد أغلقت بعد أن ماتت كل الكلمات ومعها الضمائر. مقاومة ثارت فحياة أو ممات، مقاومة لم يكن يصغى لها لما نطقت، فاتخذت رنة البارود وزنا، وعزفت نغمة الرشاش لحنا، وعقدت العزم أن تحيا فلسطين حرة أبدية وعاصمتها القدس الشريف.